اهلا بيكم طلبة الطلبات صف ثالث ثانوي في حلقة جديدة من حلقات البيولوجي. هنكمل مع بعض الجزء اللي ابتديناه في شابتر الـ DNA او النيوكليك اسيد. خدنا الفترة اللي فاتت الـ DNA ريبليكيشن، وخدنا الـ DNA عموما كـ جنرال ستراكشر، وخدنا دور اللي عملته فرانكلين والدور اللي عمله واتسون وكريك في اثبات ان الـ DNA اذا جيناتيك ماتيريال. هنيجي لجزئيه اكبر شويه وهي الميوتيشن. كلمه ميوتيشن معناها طفره. اما اجي اقول لك ميوتيشن بحد ذاتها هي كلمه تخض شويه، يعني لما اقول لك ميوتيشن طفره ايه ده، يبقى حاجه ايه تحمل ديس ادفانتجز او تحمل ديفكت معين او خلل معين موجود. اما نيجي نتكلم عن تعريف الميوتيشن، يعني ايه ميوتيشن؟ اسالك سؤال، ايه هو الجيناتيك فاكتور اللي بيعمل كنترولنج للهيريديتري تريتس او الجيناتيك تريتس؟ اللي الجيناتيك فاكتور هو الجين. طيب الجين ده مسؤول عن انتاج او بنقول عليه جيناتيك فاكتور اللي بينتج جيناتيك تريت او جيناتيك كاركتر. انا لو حصل تشينج في الجين او ستراكشر اوف ذا جين، ده ليدز تو ايه؟ ذا تشينج ان ذا ستراكشر اوف ذا او تشينج ان ذا هيريديتري كاركتر، يبقى ادى الى تشينج في الهيريديتري كاركتر. يبقى اذا تعريف الميوتيشن اقول له ات از ذا سادن تشينج، لازم كلمه سادن خلي بالك منها، it is a sudden change in the hereditary factor او in the hereditary genes or chromosome. يبقى مش بس الجين، لا ده كمان ممكن الكروموسومز. طب ايه الفرق ما بين الكروموسوم والجين في حد ذاته؟ الكروموسومز contain thousand of genes، يعني الكروموسوم نفسه بيحتوي على الاف من الجينات، فهم ممكن يحصل تشينج في الاستراكشر بتاع الجين لوحده، يا اما يحصل تشينج في الكروموسومز بحد ذاته. طب دول الجيناتيك تريتس او الجيناتيك فاكتور اللي هي الجينز او الكروموسوم كنترولينج سيرتين كاركتر، ده بيؤدي الى اظهار سيرتين كاركتر which leads to change in this character of the living organism. طبيعي جدا لما اجي اقول لك جين، الجين ده السيكونس بتاعته اي جي سي مثلا، جيت غيرت الاي جي سي دي رحت حطيتها اي سي تي، طبعا الجين تماما اتغير. ما احنا قلنا الجينز دي عامله زي القران، ما ينفعش حرف يجي مكان حرف، ما ينفعش حرف يجي قبل حرف، يبقى لازم يكون ستيبل او لازم يكون الاستابيليتي في الايه في السيكونس بتاعه النيوكليوتيد اللي بتكونه. يبقى الميوتيشن في حد ذاتها زي ما نقول تعريف بتاعها از سادن تشينج ان ذا هيريديتري فاكتور. طيب امتى اقول على الميوتيشن انها ترو ميوتيشن؟ كلمه ترو ميوتيشن بتخص الميوتيشن ذات كان بي ترانسميتد فروم وان جينيريشن تو انذر. يعني مثلا جت في امبريو معين، الامبريو ده هينقل الميوتيشن بتاعته اللي جات له ديت الى ابنه، وابنه هينقل الانديفيدوال اللي بعده، الانديفيدوال اللي بعده ينقل اللي بعده. يبقى اذا الميوتيشن حصل لها ترانزميشن فروم وان جينيريشن تو انذر. فلو جيت قلت لك ان في ميوتيشن ظهرت على انديفيدوال بات ذات كانت بي ترانزميتد، هل دي تعتبر ترو ميوتيشن؟ اقول له لا ما تعتبرش ترو ميوتيشن، لان ترو ميوتيشن في حد ذاتها بقول له ات از ذا تايب اوف ميوتيشن ذات كان بي ترانزميتد فروم وان جينيريشن تو انذر. كده اقدر احدد واقول ده كده حصل الترو ميوتيشن. طيب الميوتيشن ممكن تحصل نتيجه ايه او the causes of mutation؟ مهمه جدا النقطه دي. اولا انا بتكلم عن دي ان ايه، الدي ان ايه ده بنقول عليه بوليمر، والبوليمر ده بيكون لارج نمبر اوف مونيمرز اللي هو نيوكليوتايدز. اما اجي اقول ان حصل تشينج في الدي ان ايه ستراكشر، ده احنا خدنا قبل كده في الشابتر اللي فات الدي ان اي ريبير اند دي ان اي دامج، وقلت ان الدي ان اي ريبير ربنا عامل له 20 different types of DNA lysis enzyme بيقدروا يعملوا ريبير ويعملوا يحددوا ريكونايز ذا ديفكت اريا او ريكونايز ذا damaged اريا في الدي ان اي اند ريبير ات. فلما اجي اقول حصل ميوتيشن في الدي ان اي، يبقى اذا الدي ان اي lysis enzyme عجزوا ان هم يصلحوا اللي تشينج اللي حصل في الدي ان ايه ده. زي ايه الميوتيشن او ايه از كوزز اوف ميوتيشن؟ اولا تشينج ان ذا هيريديتري فاكتور ساتش از جينز اور كروموسوم، يبقى تغيير في الهيريديتري فاكتور زي الجين او الكروموسوم، او تشينج ديو تو ذا انفايرمنتال او ايكواس انفايرمنت اوف ذا سيل، الطبيعه المائيه في السيل او الطبيعه الخلويه في السيل، يبقى حصل تشينج نتيجه ليه وجود انزايم مثلا عمل ديفكت في الدي ان اي. ما في انزايمز كتير، في كيميكال سبستانس كتير، ماشي، ممكن يحصل ايضا كل الحاجات دي تؤدي الى الميوتيشن في الدي ان اي. الديجري اوف تمبريتشر اوف بادي، درجه حراره جسم الانسان،
تؤثر برضك على الدرجه الديجري او الاستابيليتي بتاعه الدي ان ايه او الجنرال ستراكشر اوف ذا دي ان ايه. ايضا الكيميكال سابستنس، المواد الكيميائيه المختلفه طبعا، او الراديشن الاشعاعات. يبقى كل الحاجات دي بنقول عليها كوزز اوف ميوتيشن، اسباب الميوتيشن. طيب لما نيجي لجزئيه او الكاينز اوف ميوتيشن، هنعمل سكيما صغيره كده هنبص عليها مع بعض. الكاينز اوف ميوتيشن ممكن تكون جين ميوتيشن وكروموسومال ميوتيشن، يا اما جين يا اما كروموسومال ميوتيشن. نمسك الكروموسومال ميوتيشن، عندنا تو ديفرنت تايبس اوف كروموسومال ميوتيشن، يا اما ميوتيشن due to change in number of chromosomes، نتيجه لتغيير في النمبر بتاع الكروموسومز، يا اما ميوتيشن due to change in chemical structure of the chromosome. يبقى انا عملت change في النمبر او change في الكيميكال ستراكشر اوف ذا كروموسومز. في كلا الحالتين both of them leads to mutation، الاثنين بيؤدوا الى الميوتيشن. هنمسك ال change in the number of chromosomes، عندي التشينج في النمبر يا اما 3 كيسز، يا اما لوس اوف جين لوس اوف كروموسوم، يا اما جين اوف كروموسومز، يا اما بولي بلويدي. كلمه بولي بلويدي يعني تعدد الكروموسومات، يعني بقى لما هو 2 ان هيبقى 3 ان هيبقى 4 ان هيبقى 6 ان هيبقى 8 ان اب تو 16 ان. نيجي بعد كده للتشينج ان ذا ستراكشر، التشينج ان ذا ستراكشر يا اما بيس اوف كروماتيدز از لوست، يا اما بيس اوف كروماتيدز از recombined with the another chromosomes، يا اما piece of chromatid rotates 180 degree and recombine again with the same chromosome. تعالى ناخد مع بعض في بدايه كده الجين ميوتيشن. طبعا الجين ميوتيشن لما نيجي نركز فيه بقول له it is the change in the chemical structure of the gene، it is the change in chemical structure of the gene. يبقى حصل تشينج في الكيميكال ستراكشر بتاع الجين. يعني ايه تشينج في الكيميكال ستراكشر بتاع الجين؟ وات از مينت باي جين؟ معنى ايه جين؟ اقول له هنا ات از ا سيكونس اوف نيوكليوتايدز، تتابع من النيوكليوتايد. طالما قلت التتابع يبقى التتابع ده ما ينفعش اسبق حاجه مكان حاجه، فاما اقول 1 2 3 1 2 3 2 4 2 4 2 5 2 6 يبقى ما اجيش اقول 1 4 3 5 8 9 كده انت غيرت الاستراكشر بتاع الجين. يبقى it is a sequence of nucleotide. فلما اجي اقول حصل chemical change في الجين يبقى السيكونس او الارينجمنت بتاعت السيكونس اوف نيوكليوتايد از تشينجد، اتقلب بقى راس على عقب، حصل تغيير في الكيميكال ستراكشر. لما هيحصل تغيير او تشينج في الكيميكال ستراكشر بتاع الجين، لو هو جين بيتكون من حروف كلمه احمد يبقى الف ح م د، لو جبت اني ليتر انذر او بيفور او افتر ذا ليتر يبقى حصل تشينج في الورد دي، يبقى ده يؤدي الى تشينج في الكاركتر، يبقى ده يؤدي الى تشينج في الجيناتيك فاكتور او الهيديتري فاكتور اللي هو الجين نفسه، وبالتالي هيؤدي الى تشينج ان ذا كاركتر اوف ذا ليفنج اورجانيزم. طيب يبقى اذا الكيميكال تشينج بتاع الجين هو الديفرنس بتاع الارينجمنت بتاع النيوكليوتايد اللي بيكون الجين نفسه. قد يكون الجين ده هينتج كاركتر نيو كاركتر، ممكن تكون النيو كاركتر ليها دي ديفكت او ليها disadvantages على living organism. قد يكون الجين ده هينتج لي نوع من انواع البروتينز اللي ذات كوز كانسر، او نوع من انواع البروتينز ذات بروديوس ان انزايم، الانزايم ده هيؤدي الى appearance of new trait ما كانتش موجوده في living organism اصلا، يبقى ادى الى تشينج. انا غيرت الجين، الجين ده المفروض كان ينتج مثلا كاركتر A، دلوقتي الجين نفسه او النتيجه للتشينج اللي حصل فيها هينتج كاركتر B. الكاركتر B دي انا مش عارف البوسيبيليتي بتاعتها ممكن تكون ايه، ممكن تكون جين، ممكن تكون انزيم، ممكن تكون انزيم هينتج كاركتر جديده، ممكن يكون نوع من انواع البروتينز، ممكن ممكن ممكن، يبقى البوسيبيليتي مش محدده بالظبط هيحصل ايه. قد ممكن يكون هو المفروض الولد هيبقى طول طويل، حصل تشينج في الكيميكال ستراكشر بتاع الجين ادى الى الابيرنس او ديفرنس ما بين الدوميننت كاركتر، ادى الى يتحول الى ريسيسيف كاركتر هيبقى شورت، يبقى بلا ما الولد المفروض يبقى عنده جين الطول تولنس هيبقى شورتنس. ايه اللي حصل؟ ما احنا قلنا الكاركتر حصل لها ديفرنس او تشينج، تحولت من الدوميننت تريت انتو ريسيسيف تريت، يبقى تحولت من الدوميننت الى ريسيسيف. طب نتيجه للتشينج اللي حصل ده هل ممكن الريسيسيف يتحول الى دوميننت؟ ات از رير كيسز، حالات نادره جدا، ما ينفعش اقول شورت، غالبا ما ينفعش الريسيسيف يتحول الى دوميننت، وكل طبعا رول ليها اكسبشنز كتير.
يبقى ده بالنسبه للجين ميوتيشن. كان عندنا في الجين ميوتيشن السنه اللي فاتت كنا بندرس في المنهج القديم حاجه اسمها سيكل سيل انيميا ميوتيشن. دي نتيجه لنوع من انواع الميوتيشن بيصيب البلد بتاع الهيومن بيؤدي الى ابييرنس اوف سيكل شيب اوف ذا بلد. ده من المنهج الايه الجزء اللي هو البارت القديم. ننتقل بعد كده الى الجزئيه اللي بعدها وهي الكروموسومال ميوتيشن. لما جينا ركزنا مع بعض وشفنا الجين ميوتيشن، طبعا كجين انا بتكلم عن جين من وسط الاف الجينات، انا عندي من 600 to 800,000 جين، من 60 to 80,000 of genes موجودين على 46 chromosomes. فلما جيت قلت one gene is changed or one gene is different، حصل مشكلة كبيرة جدا عند living organism. وقد قلنا هيتحول من dominant character إلى recessive character، وقد قلنا أنه ممكن produce some enzymes that cause many mutation. لما أجي بقى أتكلم عن chromosomal mutation، chromosomal mutation كلمة chromosomes it contains thousands of genes. انت كنت بتتكلم عن one gene، دلوقتي انت هتتكلم عن mutation حصلت في thousands of genes او large number of genes على نفس الكروموسوم. طيب زي ايه؟ اول حاجه في chromosomal mutation change in the number of chromosome، حصل change في النمبر بتاع الكروموسوم. بمعنى ممكن يحصل زي ما درست في الفيرست سكندري ان انت عندك ال 44 بلس اكس اكس واي. الكيس دي نقدر نقول عليها نورمال ميل؟ لا طبعا، نقول عليها ابنورمال ميل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا عندي النمبر اوف كروموسوم النورمال او الايدنتيكال 44 بلس اكس اكس او 44 بلس اكس واي، يبقى كده نورمال ميل نورمال فيميل. اما اقول 44 بلس اكس اكس يبقى نورمال فيميل، اما اقول 44 بلس اكس واي يبقى نورمال ميل. يبقى السيكونس بتاعت النيوكليوتايد ستيبل او سيكونس اوف كروموسوم ستيبل او النمبر اوف كروموسوم ستيبل ثابت، يبقى كده ثابت. يبقى اقدر اقول على كده ان ده نورمال ميل نورمال فيميل. طب لما جيت للنورمال ميل ده ورحنا مزودين له كروموسوم، وهو طبعا الحاجات دي بتحصل امتى؟ ديورنج جاميت فورميشن، اثناء تكوين الجاميتس بيحصل ابنورماليتيز في الديستريبيوشن بتاع الكروموسوم. ظهر عندي ميل 44 بلس اكس اكس واي، هل كده اقول عليه نورمال ميل ولا اب نورمال ميل؟ اب نورمال ميل. طب ايه الكاركترز او ايه اللي ادى الى الحاله دي؟ الحاله دي اسمها او كيس دي اسمها كلاينفيلتر سيندروم، حاله العالم كلاينفيلتر. وجد ان تعالى شوف التشينجز، طبعا هي مش عليك التشينجز دي بس هنقولها. الولد او الميل ده اللي هو الاب نورمال ميل دي تو اكسترا كروموسوم اللي هو اكس ادى الى الابييرنس اوف اب نورمال كاركتر ساتش وات هاز بريست في مينيان ماسل infertile due to the absence of sperm generating cell. يبقى ده كل دي changes حصل نتيجة الـ extra chromosome called X، لأن النورمال ميل بيبقى عنده X وY، فالـ X produce 6 female hormone والـ Y produce male 6 hormone. الـ Y لما حصل extra X الـ female 6 hormone is increased زادت and express itself on the male and produce abnormal character فيه. طيب another case 44 plus XX it is the normal female، 44 plus X0 في حصل shortage في one chromosome، حصل decreasing في one chromosome اللي هو X. يبقى دلوقتي انا اتكلمت number of chromosomes هيبقى 46 هيبقى 45 لان في chromosomes حصل له absent او is absent مش موجود عندي. اللي حصل ايه؟ ان الفيميل دي هتبقى abnormal ويحصلها congenital deformities في الهارت والكيدني وليدز تو ديث وهتؤدي الى موتها. كل الكاركترز دي حصلت نتيجه ايه؟ نتيجه الشورتج ان وان كروموسوم، نقص في كروموسوم واحد. طب ما هي عندها 45 كروموسوم، هل 45 كروموسوم ما يقدروش يظبطوا الموضوع؟ احنا بنقول عندنا بنتكلم عن distribution of chromosomes، يبقى لازم نتكلم عن stability في النمبر اوف كروموسوم. يبقى اما اقول 46 يبقى 46 ما يزيدش او يقل، لازم يبقى 46. ده لو حصل في التشينج النمبر اوف كروموسوم. انذر كيس في النمبر اوف كروموسوم بنقول عليها البولي بلويدي. بولي بلويدي مينز وات؟ ات از ذا دوبليكيشن نمبر اوف كروموسوم ديورينج جاميت فورميشن اوف مايوزيس اور ديورينج زيميتوزيس. يا اما حصل دوبليكيشن في النمبر اوف كروموسوم ان النمبر اوف كروموسوم عندي بدل ما يبقى 2n ات از انكريز تو 3n
it is increased to 4, 6, 8, up to 16 in. طب تعالى نتكلم، هل الكيس دي ممكن تحصل في الهيومن؟ طبعا استحالة. ما ينفعش أقول على هيومن ده 4 in، ما ينفعش أقول على هيومن ده 8 in، ما ينفعش أقول على هيومن 6 in. الهيومن 2 in. 2 in يعني إيه؟ يعني 46 كروموسومز. 46 كروموسوم يعني إيه؟ يعني 23 pairs of كروموسوم. أو 44 plus XX يبقى كده normal female. 44 plus XY يبقى normal male. يبقى أنا عندي delicate balance، لازم يبقى عندي delicate balance في number of autosome أو السوماتيك كروموسوم اللي هم ال 44 بنطلق عليهم سوماتيك أو كروموسوم أو الأوتوسوم. ليه بنقول عليهم سوماتيك؟ because they control بيتحكموا في all the somatic character of the living organism، في كل السوماتيك كاركتر لينس البادي الهير كالر كل الكاركترز بتاعت البادي بتاعتك بال 44 كروموسومز دول and 6 كروموسوم. فلما اقول هنا delicate balance يعني ما فيش واحده فيهم تزيد او number of كروموسوم يزيد او يقل. فلما اقول هنا 44 يبقى هنا 44، اما اقول XX يبقى هنا XX. يبقى لازم delicate balance ما بين number of autosome وما بين number of 6 كروموسومز، ما يحصلش decreasing او يحصل increasing. يبقى البوليبلويدي is rare in case of human because it needs delicate balance between number of autosome and 6 chromosome. But in case of animals، هل بالنسبة للانيمالز مهم عندي ان انا اقدر اقول ان ده ميل او فيميل؟ يعني نتكلم عن السنيلز او السنيك، اقدر اقول ان ده ميل وفيميل وهل ضروري عندي؟ There is no need for sex determination in case of animal، لان الانيمالز عندي بيبقوا 40 او ايا كان نوع الكروموسومز بتاعه او number of كروموسوم. There is no need for number او stability في number of كروموسوم. ليه؟ قد يكون الستيلز ده هيرمافروديت. كلمة هيرمافروديت درسناها قبل كده في in case of the flower، كنا بنقول عليها مخنسة، يعني contains male وfemale sex organ in the same living organism body. لكن لما نيجي نشوف number of كروموسومز في الستيلز او السنيك، there is no need for sex determination. مش هيهمني ان انا اقول ده ميل او ده فيميل سنيل او ده فيميل سنيك، انا ماليش دعوه. يبقى ده هيرمافروديت ده هيرمافروديت. ده بالنسبه لي البوليبلويدي in case of animal. طيب كساينتفك وورد بوليبلويدي لما هي ما بتحصلش في الهيومن ورير كيس اوف انيمال، امال بتحصل فين البوليبلويدي دي؟ in case of the plant، اكترها في البلانت. طبعا انا في بالنسبه للبلانت 2n كاسوماتيك سيل بالنسبه للبلانت. لما اجي اقول ان البلانت بقى 4N بقى 6N بقى 8N بقى 16N، هو انا عملنا ايه؟ كان في 2N 1 جين مثلا مسؤول عن الكاركترز بتاعت الكالر، لما دلوقتي بقى 4N بقى 2 جينز، طب لما بقى 8N بقى 3 جينز او 4 جين وهكذا. يبقى النمبر اوف جين بيحصل له كمان دوبليكيشن. طب ما هو الجين ده مسؤول عن بريزنس اوف كاركتر او ابييرنس اوف كاركتر. طب ما انا كان عندي هنا في 1 جين، هنا هيبقى 2 جين، هنا 3 جين، 4 جين، 6 جين. يبقى as the number of gene increase it express او they express themselves بيعبروا عن نفسهم and produce more pronounced character، بينتجوا لي characters more pronounced او اكثر اظهارا في living organism. نفترض الجين بتاع growth بتاع البلانت دلوقتي هيبقى 2 جينز، هيبقى 3 جين، هيبقى 4 جين. يبقى البلانك اللي كان قد كده هيبقى قد كده، هيبقى قد كده، هيبقى قد كده. يبقى انا زودت السايز بتاع البلانت، زودت السايز بتاع الفلاور، السايز بتاع الفروت، زودت السويتنس اوف ذا فلاور، زودت الكالر اوف ذا فلاور. يبقى اذا انا دلوقتي عملت ايه؟ انكريز ذا كاركتر اوف ذا بلانت، وبالتالي انا بحصل بقى لما الستروبري تلاقيها قد كده هتلاقيها قد كده. ليه حصل فيها ايه؟ بوليبلويدي، تضاعف في نمبر اوف كروموسومز، duplications for number of chromosome. البوليبلويدي produce individuals with the new characters because each gene is represented by many copies. كل جين بيعبر بميني كابز. Thus its effect becomes more pronounced، اكثر اظهار. ده بالنسبه لي الايه؟ النمبر اوف كروموسومز عندي لو حصل في البوليبلويدي. البوليبلويدي طبعا ممكن تحصل في some organs in case of human زي البنكرياس او زي الليفر والكيدني، ممكن يحصل فيهم نوع من انواع البوليبلويدي او increasing number of chromosomes.
ده بالنسبه للبولي بلويدي عموما. يبقى اتفقنا ان البولي بلويدي less common inside the animal kingdom but it is very widespread in case of the plant kingdom. We can obtain the plant with many new characters, more bigger flower, more bigger fruit, more sweetness and more deeper color of the plant. We can obtain plant with more bigger size. We can obtain plant with a new character because each gene is represented by many thousand copies inside the plant. ده بالنسبة لي الـ number of chromosome. ننتقل بعد كده للـ triploidy. كلمة triploidy, tri and three. بلويدي يعني تضاعف كروموسومز, بيبقى 3N in case of human. لو نفترض ان case of human كانت triploidy او 3N, يبقى انا بقول الليفينج اورجانيزم ده leads to death. هيؤدي او in case of this case this leads to death of the living organism. مفيش كلام, يبقى triploidy leads to death او leads to abortion. abortion يعني الاجهاض المبكر. يبقى البيبي مش هيكمل اصلا الجروس او الامبريو مش هيكمل الجروس, can't complete the growth as this case is lethal g is lethal case. هذه الحاله قاتله, lethal. ده بالنسبه لي لما اجي اتكلم عن الهيومن. لما اجي اقول ان triploidy بتحصل في الامبريو اقول كده ده leads to abortion. عشان كده كان بيجي لك what will happen when entrance of two sperms in the same ovum it will lead to the triploidy case that causes a portion of the embryo. ننتقل الى الجزئيه اللي بعد كده وهي اللي change in the structure of the chromosome. زي ما بعض هنبص على بعض على الصوره اللي قدامنا بقول له change in the structure of chromosome. كلمه حصل change في الستراكشر بتاع الكروموسومز. الكروموسوم زي ما اتفقنا ان هو contain thousand of gene. الجينز ديت ما ينفعش نيوكلوتايد واحده تيجي قبل الثانيه, استحاله. ما ينفعش جين يجي قبل جين, ما ينفعش جين يجي افتر جين اور بيفور ذا جين. ان كيس ان ذيس كيس ليدز تو كروموسومال ميوتيشن. ده هيؤدي الى كروموسومال ميوتيشن. ثانويه عامه السنه اللي فاتت جاب له قال له ايه, هناخد دلوقتي الكيسز بتاعه الميوتيشن ونعرف السؤال اللي جه. اولا يا اما حصل بارت اوف ذا كروموسوم أو كروماتيد is separated, حصل له separation from the chromosomes and leave the chromosome. يبقى جزء من الكروموسوم جزء من الكروماتيد, لأن الكروموسوم عندي become من two كروماتيد ما بينهم سنترومير. جزء من الكروموسومز جزء من الكروموسوم حصل له separation وانفصل. أو another part of chromosome, another part of chromosome أو كروماتيد is recombined with another chromosome. أو جزء من الكروموسوم جديد, جزء من الكروموسوم جه واتضاف على كروموسوم تاني مش كان ما كانش اصلا موجود في الكروموسوم ده. يعني افترض في عندي كروموسوم A B C جاله حته كمان دي, الدي دي ما كانتش موجوده عنده قبل كده, هيؤدي الى appearance of the new trait. وده بيؤدي ايضا الى كروموسومال ميوتيشن نتيجه للتشينج في الاستراكشر اوف كروموسوم. او نيجي بيس اوف ذا كروماتيد, جزء من الكروماتيد السيبريتد انفصل تماما. طيب في بقى another third case ودي اللي جت السنه اللي فاتت, piece of the chromatide is separated, جزء من الكروموسوم او جزء من الكروماتيد اتقطعت. نفترض السيكونس A B C بالمنظر ده كده A B C, جزء من الكروموسومز او كروماتيد is separated اتفصل and rotates 180 degree. بص كده معايا كده 90 كده 90, يبقى rotate 180 degree. يبقى لما عمل rotation 180 degree ده ادى الى التشينج بتاع او الكروموسومال الجين سيكونس اتغير, وده بيؤدي الى ابييرنس اوف ذا نيو تريد. ده بيؤدي الى ظهور صفه جديده في الليفنج اورجانيزم او كاركترز جديده في الليفنج اورجانيزم. وده مش بس كده, ده ممكن يؤدي الى ابنورماليتيز ان ذيس كيس. ده بيؤدي الى تغييرات كمان وتشوهات في الليفنج اورجانيزم. ده يؤدي الى ده التشينج ان ذا كيميكال ستراكشر. السنه اللي فاتت جه قال له وات ويل هابن وين base of the chromatide is separated and rotates 180 degree and recombined again, تقول له it will leads to the chromosomal mutation, وتكتب جنبها change in the structure of chromosome. سؤال مهم جدا, what are the causes of polyploidy, ايه هي اسباب البوليبلويدي؟
اسباب البوليبلويدي عندي تو ريزونز. اولا نون فورميشن اوف ذا بلازما ميمبرين بتوين تو دوتر سيل، ما كوناش بلازما ميمبرين ما بين التو دوتر سيل لما جم يحصل لهم ديفيجن، لان انت خدت قبل كده ان بيفور اني تايب اوف ديفيجن ذير از ان كيس كولد انترفيز ستيج. انترفيز يعني دوبليكيشن نمبر اوف كروموسوم، عشان كل سيل تاخد 2 ان وهنا 2 ان، لو هتعمل ميتوزس او لو هيعمل ميوزس بردك لازم يحصل انترفيز ستيج. اثناء بعد ما عملت الانترفيز ستيج كان المفروض ينقسم هنا 2 ان وهنا 2 ان في السيل، ويتكون منهم ميمبرين ونفصل نقول عليهم 2 دوتر سيل. التو دوتر سيل دول كانت بي فورمد ليه؟ لان فيلير اوف ميمبرين فورميشن بتوين ذا تو دوتر سيل، ما كوناش ميمبرين ما بين التو دوتر سيل. او انا عندي كروموسوم هنا اهو بالمنظر ده بيتكون من 2 كروماتيد و1 سنترومير بتربط ما بينهم. انا عندي اثناء السيل ديفيجن لازم يحصل سيبريشن ما بين الكروماتيد وبعضها. اللي حصل ان نون سيبريشن بتوين 2 كروماتيد افتر سنترومير ديفيجن. كلمه سنترومير يعني بيس ذات كونكت تو كروماتيد. حصل ديفيجن في السنترومير بس الكروماتيد ما انفصلوش عن بعض، ففضل النمبر اوف كروموسوم 4n زي ما هو، ما توزعش هنا الهاف وهنا الهاف ونكون بعد كده الممبرين. فاولا انا ما فصلناش الكروماتيد، ثانيا ما عملناش الممبرين، فالنمبر اوف كروموسوم حصل له دوبليكيشن وبالتالي وصلني لمرحله البولي بلويدي. another classification of mutation depends on the site of mutation. خلي بالك ممكن يجي يقول لك compare between two types of mutation according to their site، على حسب مكانهم موجودين فين. انا عندي two types، يا اما جاميت ميوتيشن يا اما كروموسومال او سوماتيك ميوتيشن. الجاميت ميوتيشن it takes place in the gametes during its formation او during meiosis division. يبقى ده من اسمها كده جاميت ميوتيشن، حصلت في الجاميتس بتاعت الليفينج اورجانيزم اثناء الميوزيس ديفيجن. ليه؟ او زي مثلا ما اقول حصل ميوتيشن في السبيرم او حصل ميوتيشن في الاوفم، ده كده جاميت ميوتيشن. طب هل الميوتيشن دي بتنتقل من جينيريشن تو انذر؟ الميوتيشن موست اوف ذا جاميت ميوتيشن مي بي ترانسميتد فروم وان جينيريشن تو انذر، ودي بتيكس بليس ان ذا ليفينج اورجانيزمز ذات ريبروديوس سيكشوالي اند اسيكشوالي، ولا سيكشوالي فقط. هنا بنقول في جاميت ميوتيشن it takes place in the living organism that reproduces sexually، بتحصل في living organism اللي بيتكاثروا sexually، لان انا بتكلم عن جاميتس. الجاميتس دي ما بيكونهاش الى living organism، بيكونوا الجاميتس بتاعهم sexually جنسيا، زي example Turner's syndrome و Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome و Turner's syndrome نوع من انواع الميوتيشن اللي حصل فيه الجاميتس او during gamete formation في السبيرم والاوفم. السوماتيك ميوتيشن، السوماتيك ميوتيشن it occurs inside the somatic cell of the living organism، يعني بيحصل في السوماتيك سيل بتاعت living organism نفسه. لو جيت شفت تري قدامي، التري دي بتنتج فروتس، لون الفروتس دي مثلا لونه ريد، جيت معدي لقيت ان التري ديت انتجت فروتس لون يلو. لون يلو ده بالنسبه لي ديزايربل، على برانش ظهر على برانش من البرانش بتاعت التري ديت اللون اليلو بتاع الفلاور دي او بتاعت الفروت دي. انا اقدر اخد البرانش ده واقدر احطه في السويل على طول، واقدر اعمل له فيجيتيتيف ريبرودكشن. معنى فيجيتيتيف ريبرودكشن التكاثر الخضري، الخضري يعني without no gametes، مجرد ان انا باخد برانش من التري وبزرعها مره تانية في السويل، كده انا قدرت انتج نيو بلانت with a new character that has mutant cell، اللي عنده خلايا مصابه بالطفره، وانا بالنسبه لي الطفره دي ديزايربل وبالتالي ممكن نستخدمها او ممكن نستفيد بيها. يبقى ان الهيومن اصلا مجرد ما يلاقي ديزايربل ميوتيشن ميك او ترايز اول ساينتفك ويز تو ديفلوب ذيس ميوتيشن، بيطور كل الاساليب بتاعته ان هو يوصل الى ان هو يعمل الميوتيشن دي وهو بيدق. لما نيجي نتكلم بقى عن السوماتيك ميوتيشن، قلت لك بتحصل في السوماتيك سيل appearance of the new trait on one branches of the tree، ظهر على برانشز على التري. طيب الميوتيشن دي بتحصل في الليفينج اورجانيزم ذات ريبروديوسز سيكشوالي اند اسيكشوالي ان ذا سيم تايم، يبقى بتحصل في الليفينج اورجانيزم اللي بيتكاثروا سيكشوالي وايضا في الليفينج اورجانيزم اللي بيتكاثروا اسيكشوالي. طيب زي ايه؟ زي ما قلت لك سو ابييرنس اوف ذا نيو تريت اون برانش اوف ذا تري. ممكن اخد البرانش ده واقدر اعمل له بروباجيشن
واقدر من خلال البروباجيشن ده انتج نيو كاركتر او نيو بلانت وذ نيو كاركتر. طبعا السوماتيك ميوتيشن موست كومن انسايد ذا بلانت كينجدوم، اكتر شهره طبعا في البلانت كينجدوم او البلانتس اللي هي بيحصل لهم ريبرودكشن باي فيجيتاتيف. هننتقل الى الاوريجين اوف ميوتيشن وهي منشا الطفرات. الاوريجين اوف ميوتيشن منشا الطفرات عندي نوعين، يا اما سبونتينوس ميوتيشن طفره تلقائيه، طفره ما حصلش الانسان فيها اي هيومن انترفيرنس. ودي طبعا خلي بالك السبونتينوس ميوتيشن مهمه جدا او فيري امبورتنت ان ذا ايفولوشن اوف ذا ليفنج اورجانيزم، مهمه جدا للنسبه التطوريه للليفنج اورجانيزم، تؤدي الى تغييرات طفيفه في الليفنج اورجانيزم، وده بيؤدي الى فاريشن في الادابتيشن مع الانفايرمنت، تنوع في الادابتيشن مع الانفايرمنت، ودي معظمها بيبقى ديزايربل ميوتيشن. يبقى السبونتينوس ميوتيشن ذي ار اوريجينيتد باي اتسلف وذاوت اني هيومن انترفيرنس. سام ناتشرال انفايرمنتال فاكتورز، بعض الناتشرال انفايرمنتال فاكتور سراوندد ذا ليفنج اورجانيزم زي الالترا فايلوت، زي الكوزميك ريز الاشعه الكونيه، اند فيريوس كيميكال كومباوند. It is rare in all living organisms. نادرة في كل living organism. The importance بتاعتها زي ما قلنا plays an important role inside the living organism أو evolution of the living organism. ناخد مثال على the mutation spontaneous دي. الأنكون سترين. الأنكون سترين نوع من أنواع الشيب الموجودة في أمريكا. بقول إن أنا عندي كان American farmer، الراجل ده كان بيعاني من مشكلة إن الشيب بتاعته climb the fences الأسوار الحديقة and damage the cultivated crops. الراجل لاحظ ان في بعض الشيب has curved leg that can't climb the fences، ما يقدروش ينطوا الفنسز. اتفقوا او الراجل ده خد الانكون سترين ده او الشيب ده وبدا يعمل له ميتنج مع another female، وبالفعل انتج سلاله جديده او سترين جديده اسمها انكون سترين. هو وجد ان السترين دي بالنسبه له او الميوتيشن ديت بالنسبه له هتبقى ديزايربل مفيده، فعمل الساينتيفيك كويس بتاعته قدر يعمل ميتنج مع الفيميل وانتج انكون سترين ذات كانت كلايمب ذا فينسز، ما تقدرش تنط الفينسز، وبالتالي هو وجد ان الميوتيشن دي ديزايربل بالنسبه له. ديت ميوتيشن حصلت ديو تو سبونتينوس ميوتيشن او ديو تو هيومن انترفيرنس. تيجي تقولي ما هو اللي خد الميل، طيب ما هو ما ده هو، هل هو اللي حول الشيب ده من ستريت ليجز الى كيرفد ليج؟ لا، هو تحول تلقائي سبونتينوسلي وبعد كده هو خد عمل ميتنج بقى مع الفيميل انذر فيميل. طبعا الـ هناخد بعد كده السبونتينو بعد السبونتينوس الانديوسد ميوتيشن، وبتكلم على الانديوسد ميوتيشن بقول ان الانديوسد ميوتيشن بتحصل في الليفنج اورجانيزم نتيجه للهيومن انترفيرنس، نتيجه لتدخل الانسان. طبعا نتيجه للهيومن انترفيرنس ده ممكن يؤدي الى دامج، ممكن يؤدي الى ابنورمال كيسز كتيره جدا. ليه؟ لان الهيومن طبعا ما بيتدخلش في حاجه الا وقد يسبب دامج فيه. فما اقول ميوتيشن حصلت نتيجه او ديو تو ذا هيومن انترفيرنس، يبقى ده نوع من انواع الميوتيشن اللي بيحصل في ليفنج اورجانيزم وبيؤدي الى ديفكت او يؤدي الى دامج ان موست كيسز، يعني بنسبه 99% بتبقى اندزايربل ميوتيشن. زي مثلا الميوتيشن تؤدي الى ديفورميتيز ان هيومن، تشوهات في الانسان، او ميوتيشن تؤدي الى الاتروفي اوف ذا بلانت، عقم النبات، اند ديكريز ان ييلد برودكشن اوف ذا بلانت. اما ناخد ريزونز اوف انديوسد ميوتيشن، اول حاجه الالترا فايلوت والجاما ريز والاكس راي، جاما الترا فايلوت والاكس راي، انذر كيميكال سبستانس كولاشين والماسترد جاز والنيتروس اسيد. دول الكيميكال سبستانس اقدر استخدمهم، بيحصل سبرينج بنرشهم على التيبز اوف ذا بلانت بيؤدوا الى الديث اوف ذا تيب، يعني التيب اوف ذا بلانت قمه البلانت بتموت بيحصل لها ديث، ويبدا يطلع اندر ذيس تيب اللي ماتت نيو بلانت نيو سيلز ذات هاز بولي بلويدي سيل، عندهم بولي بلويدي سيل. البولي بلويدي سيلز ديت البولي بلويدي سيلز has 2n و up to 4n، طبعا تبدا بدات تتحول من 2n الى 4n وهكذا بقى على حسب النوع السيلز او تايب اوف ذا سيل اللي تم انتاجه اندر ذا تيب اوف ذا بلانت. ده بالنسبه للانديوسد ميوتيشن. طبعا ده هينتج لي مور بيجر بلانت، مور سويتنس بلانت، مور كلر، مور لارجر ان فروت، مور لارجر ان فلاور. ده بالنسبه للجزئيه دي. نيجي بقى لسام اكزامبلز على الانديوسد ميوتيشن، ناخد مثال
انا عندي البنسيليوم ده نوع من انواع الليفينج اورجانيزم او الفانجي ذات كان بريديوس بنسلين انتيبايوتيك. انا اقدر اعمل ميوتيشن في البنسيليوم ده واقدر اخليه بدل ما ينتج لي 1 كيلو جرام مثلا من البنسلين يقدر ينتج 10 كيلو جرام من البنسلين، يبقى ده بيرفكت بالنسبه لي، هو بينتج لي حاجه ديزايربل بالنسبه لي، وبالتالي بنقول على ديزايربل ميوتيشن. ديزايربل ميوتيشن ده لو جه لي قال لي جيف اكزامبل اون ذا انديوسد ميوتيشن، او ان انا بعمل ميوتيشن في البلانت بنتج سيدلس بلانت او بلانت وذاوت سيدز بدون بذور ومور بيجر ومور سويتنس وهكذا. بكده يبقى احنا قدرنا نخلص الجزء الخاص بالميوتيشن. ناقصنا ان شاء الله في الشابتر نيوكليك اسيد نخش على شابتر 2 وهو البروتين سينسز. في البروتين سينسز هندرس ان شاء الله الجنرال استراكشر بتاع الام ار ان اي والتي ار ان اي والار ار ان اي، وهندرس ستيبس اوف ذا بروتين سينسز. اتمنى ان شاء الله جزء الميوتيشن يكون اتفهم كويس ونبدا نطبق عليه ونربطه بالدي ان اي ريبليكيشن ونربطه بالدي ان اي ميوتيشن والدي ان اي ريبير. كل الاجزاء دي الدي ان اي متراكم على بعضه، طبعا ما ينفعش نسيب جزء ونهتم بجزء، كله متراكم على بعضه. حتى الجزء الجديد الخاص بالبروتين سينسز ده هناخد برضك فيه سيكونس من القديم، يبقى نرجع لجزء قديم واقول لك فاكر لما كنا بنقول كذا وكذا وكذا، يبقى لازما ايه نركز او نعمل فوكسنج على الجزء ده كده. واتمنى ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده من دي ان ايه، وحظ سعيد وبالتوفيق ان شاء الله.